صورة عادية جدا في مباراة مصر والرأس الأخضر امبارح أثارت ضجة كبيرة جدا على وسائل التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض، ولكن أنا ما عرفتش علاش الصورة دي بالتحديد اللي خدت هذه الضجة في وسائل التواصل الاجتماعي وبقت الناس محتارة بين مؤيد ومعارض. ولكن أنا عن نفسي هديكوا كل متابعيني 5 ثواني أو 10 ثواني في الفيديو، تقدر من خلال بعد ما تشوف اللقطة هذه والصورة هذه اللي هتبان قدامك دلوقتي انك تنزل تعلق بجملة بسيطة من وجهة نظرك ومن رأيك عن هذه الصورة اللي ظهرت في مباراة مصر والرأس الأخضر امبارح. انت حسيت بايه في الصورة او الاحساس اللي وصل لك من هذه الصورة؟ قوله بمنتهى الأمانة والوضوح. هوريك الأول الفيديو، خليك شوف اللقطة اللي ظهرت معايا الأول، وبعد كده هسيب لك 10 ثواني تعلق قبل ما أقول لك وجهة نظري أنا ورأيي أنا. شوف الفيديو. الله بعد ما شفنا الفيديو انا مش هتكلم، ولكن هسيب لك 10 ثواني بالظبط. انزل علق على هذا الفيديو لو سمحت بجملة بسيطة او ايه اللي حسيته من هذا الفيديو، وبعدين هقول لك وجهة نظري. بعد ما سبتك 10 ثواني اكيد تكون نزلت كتبت، هقول لك وجهة نظري انا. هذه الصورة، هذه الصورة تمثل البراءة، تمثل البراءة، تمثل حب الوطن، تمثل الفرحة بلا شعور، تمثل الأنوثة الحقيقية للمرأة عندما ترتدي حجابها، تمثل حرية كاملة للمرأة، تمثل التزام المرأة بدينها وبحجابها، تمثل فرحة من القلب لأسرة نتمنى أن تكون سعيدة. ما فيهاش عيب ولا غلط ولا حرام ان امرأة تروح تحضر مباراة كرة قدم عادي، ولكن زيها واحترامها لدينها لا يعيقها ان هي تتمتع بالحياة. صدقوني هذه الصورة اللي انا شفتها وغرس حب الوطن في الاطفال بهذا الشكل تعرف انها ام صالحة. وخلاصة الكلام كله تعرف ان هي دي مصر، تعرف ان هي دي مصر الحقيقية اللي الاعلام والدنيا مش عايزة توريها لكم. تحيا مصر. سلام.